مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. اليوم حلقة جديدة من برنامج ناس منا. ضيف الحلقة اليوم هو محمد بن شريفة، لاعب فريق الوداد الرياضي السابق والمنتخب الوطني أيضا. ربما أسرار غنعرفوها لأول مرة، خليكم معنا ولا تمشيو فين. بسم الله ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي اللهم إنك أنت الغفور الرحيم. لا 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 صافا اخويا مصطفى يلا الله يرحم الوالدين الله يجازيك بخير يا الله. دابا البوطو مرسوم لي في الدماغ ديالي غير انا الزاويه اللي غنضرب فيها الكره. دابا انا بحال مثلا بغيت نضربها مثلا في الدوزيام بوطو اش كندير؟ انا في القبل كنت كندير دي سيرسو داك الدور كنحطو في الزاويه 90 بريمير بوطو في الزاويه 90 في الدوزيام بوطو. إذا بغيت نضربها في الزاويه 90 كنحسب على مترو على البرا من لهيه كنضرب ليه باش الكره كتخرج او ديبار خارجه وكتدور كالمقوسه كتمشي ل 90. ولا بغيت نضربها بريمير بوطو كنفيزي على الكارديا فملي كتخرج الكره كتخرج راه غادي نقول غادي كتهرب عليه كتمشي للزاويه 90 الكفره هذيك هي اللي سبحان الله هذيك هي اللي غادي تزعم تيري الكفرات. من جيت السونتر ضربتها صعوبه خرج الواعر جا كورنر تزيت الله يسمح لي مشيت كنمشي ديما كنقصد الجول ساقط الارض كنتوجع وشكون الواعر جاب الصباط ديالو وشتف عليا هزوني في غيبوبه. واللي كان شاف الحركه هو الطبيب الفريق طبيب الفريق لان هو طبيب الفريق هو اللي كيبقى يشوف اللعاب ديالو راه بليزي ما كيبقاش عايش مع الماتش كيشوف اللي جوار بليزي ديالو شاف الحركه بكل صراحه هزوني ديك الساعه كوما يعني من بعد المباراه جاوا رجال الامن لانه منعوا الوارد منعوا شكون الوارد ما يخرجش من المغرب حبسوه في واحد تيشوفوا الحاله الصحيه ديالي فقال لي زعما شنو كت ودي منه اللي خلقو حتى عند الله. انا بالخوجه انا ملي طاح نشتو ما ضربوا زكريا حبوب لا والو دار واحد ثلاثه خطوات ورجع طاح على ظهره يعني في البدايه الشبوكي واحسن واحد راه هو النبت في المنتخب لعبت حدا كيلعب فمو الكره عند لاري ضربوا تقول ميوتير خرج ليه طلب الله في لا بروفوندور خويا كولوار فهمتي سافيان وراك بشويه اورونتي لا دروات اورونتي لا غوش شوف راه كاين ليسباس في الكوتي كوتي اوبوزي خاوي لكن المدرب تاع راه هو اللي خدمت من عنده انا هو اللي تعلمت منه راه سبحان الله راه ما كاينش اللي يوصل بحاله. داك سير البيرو عادي تابا بارتي بور لا فورماسيون. السلام عليكم تي اسمي انا كوم سلام حاج سي دي سافا نو سي بيان سي بيان شتي غافي الماتش الماتش وي ميرسي الماتش ان شاء الله ياك كونفيرمي الجمعه زير اللعب ديالكم البارح ما كنتي زعما البارح بيت اول بيت لك في الفتح ديال ابراهيموفيتش اللي ثاني ها ثاني بيت كتهضر معاك قدام الكابيتان ديالك ما نبغيهاش ليا ما نبغيهاش ليا انا حي دابا ابا انا ماشي مدرب ديالك دابا كنهضر مع خويا الصغير ها جا من غير شد كره يتمغي يطالع بها طق 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 كديوها ليه في وسط التيران ديفونسور خداوها ليه كي كيبان كيبان زرق علاش ديفونسور ديفونسور ما خصش يطلع بالوبي انا شد كنعطيه كره كلها في لازون ديالو تندخل في 18 ديالي حتى قفرات كاميري ديك الصفاره دار واحد لاري هو ياك دار واحد لاري وحنا فين كنا؟ مشي دخلتي البوطو دخلتي البوطو علاش ندخل البوطو علامة؟ شكون كان داخل؟ كنتي باقي لهيه ولكن هنا كيبان لك الجروب هنا كيبان لك الجروب هنا كيبان لك كما كنقول لك كوليكتيف كيبان لك الجروب هو هذا حنا خصنا نوصلوا الثقافة ديال اللاعب صاحبي خطأ ما تبانش نموتيفيه ما تنقرش معاه واحد 6 مينوت دو كورس ومن بعد ناخذ جينيور ودو جروب غادي ندير ان شاء الله يلا واحد سيمين في 6 دقائق سيمين دو كورس علامه بقى معايا اون جروب هاك احمد احمد شنو ها شحال ماشي شحال اللي هضرت معاك عرفتي متى شميتك متى شميتك قول لي امتى ملي كيب ناسيونال تبعتي الخميس
تبعتي الخميس الجمعة والسبت سونترك دوك الخلا ومشي شان طبيب اش كتعني هذيك بدون طير واش ندير سيدينا لهي ديال هنا في تما خارج لا خرج هذا السونتر ها هو هنا فا هو هنا هو هنا جميره هو جميره هنا فوالا فوالا برافو ولدي برافو وين دو وين دو انت وياه فوالا سير اصاحبي سير لا بروشين سير لا بروشين فوالا باقي برد بغيت تضحك عليه برافو برافو اش بالك ابو العبيد تميزي انت وياه زعزع نوض 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 جمع جمع كوري جمع كوري لا اش واحد القديم انا نبغي الثقه دابا انت تصور انت كتجري بهادو كتجري بيهم الرجا صكتيها كامله شكون اللي صاكها هذا كترني في السنيور داك سديد عطوش حتى هو مع السنيور لا ري رقوش حتى هو لا ري ردروا صكتيهم درمتيهم كامل ديتيهم الثيق داك الشيء اللي عندك راه هو اللي شوف راكم كنتي ناقص كنتي زاك ما تكونش في هذه الفرقه هذه ما تصحيح صافي ان شاء الله تعالى العام ديالك صافي بدر يلا الله يرضي يلا سي الله يسهل الامور غدا في الربعه ان شاء الله في الاول كان بحال دابا بحال مثلا دابا جبيره جبيره ولا المموني ديما عندهم ديك لا تكنيك دو كورس ترجع لا ترجع 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 اوناريا ولكن ترجع على لي طارون ديالو فالحمد لله داكشي اللي كنت باغي نحصل عليه في هذه الحصه ديال اليوم الحمد لله بواحد 80% تحقق الحمد لله علاش لانه في المباراه الاخيره مع فريق المغرب الفاسي دابا الحاجه اللي ولات عندنا ايجابيه في الفرقه يعني ولاو جميع الفرق اللي كنلعبوا معاهم ولاو كيعرفوا ان فريق الفتح الفريق ديال الامل بنفس الطريقه الدلع ديال الفريق الاول الله 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 بخير صحيحة مزيان كلشي بخير السلامة الله يسلمك اخويا وليد كلشي بخير الله يلاحظك يا خويا كلشي مزيان كدير يا زويدة صحيح بخير هاني مبروك عليكم السيد الله يبارك فيك الله يبارك فيك كلشي مزيان كلشي موجود اخويا موجود مرحبا مرحبا ها فيسبا ميطير فوق عارفينك اخويا حمودة مطريخ الفيسبا الصفر ما درتي الصفر فين درتي؟ الصفر باقا ندير في الدار خازن لا وقف هذاك كبير كلشي بخير؟ الله يلا حمدناك يا ربي والله يلا لا فنيح مزيان مزيان في شي وجه الوالي الله الحمد لله الحمد لله هضرت قبيله مع عمر عادي لا هضر معايا جا عندي جا عندك؟ لا جا عندي من بعد كان بغي يشوف واحد البياسه اييه راه لقيته معيط ليا شويه نعيط اياك الحمد لله شي مزيان مزيان ناسي بخير 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 شي مزيان ديال المسجد ديال ناس كيما يا هذا الله يبارك الله يحفظك الله يحفظك جو جو الله يحفظك ناسي بخير 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 عندي شي اسم اللهم بارك واه كاين شي حايل عندك اي لا لا بغيت الحي نجيبو لك ولكن هذا ديال الحي ديال الحال شحال الحال شحال ونشوف لك يكون ولكن قليل نشوف لك هي لا عندي انا عندي انا عندي انا عندي واحد حمر هي راه كيحمر هو ولد حمر عندي انا نجيبو كيعمر كامل لا هذا ديال الكسكسو ديال الزبده مزيه ياك ما انكور انكور لا 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 الله يحفظك يا عيد الله يا ها قول خص
خصك ترجع شويه الطاقه. وافضل ما ترجع افضل ما ترجع بالسهول بعد المجهود هي البيتزا وكوكا اللي بلاوني بهذا الماطر هذا بهذا الفيسبا الفيسبا القديمه اللي كتكون لونتيكيتي فهو شاد سوليكس فيسبا دي راه تكون 60 خليه جا ليه سميتو غاتوزو جا ليه هنا بعد المحل هذا وجالي جابوا واحد مغربي وفاش قال لي اول مره في المغرب كناكل بيتزا طاليانيه قالوا روزي غنصحاب غاتوزو هنايا راه وحده مارغريتا وهي ما عمرني ما تخيلت غناكل مارغريتا طاليانيه هنا في المغرب الله يسخر لك اخويا امين سير يلا يحلو والدين يلا اسمع الوالد الله يخلع لا اله الا الله محمد رسول الله وافضل حاجه عندهم هي البيتزا هذه يا الله بسم الله يا ربي